نبدأ بقى نشوف الايه الأعمدة كده. انا خلصت الأعمدة، أبدأ اشوف الكمرات بتاعتي. نبدأ نحط الايه كمرات ده كده، شباك. انا هعمل الكمرات المحيطة كلها 25. ماشي، ماشي. اروح اعمل موف لدي كده. موف كام؟ بدل ممكن اعملها بطريقه تانية. موف اهي، صح كده. المفروض ان انا امسكها من حته واعمل لها المسافه. لو انا مسكتها من هنا ورحت حطيتها هنا، عملت كده 25 يبقى انا كده عملت كام؟ 25، صح. سنتر سنتر ايه؟ العمود الاكس. الاكس. بص يا باشمهندس، دي مدرستين. المدرسه الاولانيه والله انت عايز تخلي الاكس ماشي مع السنتر بقى بتاع الكاميرا، او ماشي مع السنتر بتاع الايه الحيطه اللي انت عايزه. في الاخر هيجي يقول لك ايه، ان العمود ده وصلت مترحل ليه؟ عندها 6 من 100، 6 سم. ماشي، في ناس تقول لك لا انا هعمله 12 سم. ماشي كده او كده، الاثنين بيمشوا. ماشي، وانت لو ما عملتهاش لا 6 ولا 12، حد يقدر يقول لك لا جالك عمود متحرك 2 سم. عادي، ايه المشكله؟ ماشي، هي الفكره كلها ان انت بس بعد كده بتنسب العمود ده تشوف لو على للعكس مين ده، ولا مين. وهنكتبها لوحه المحور والعمود. خلاص، انما ده مش قانون على فكره، هو السائد كده يعني. اروح ماسكه كده من هنا واروح حاطه هنا. طب انت بتتعلم على الاولاني اللي مش مش شفت. الاولاني اللي عايز اعمله موف، صح؟ اها، انا جبت الامر موف، بعلم على الاولاني اللي انا عايز اعمله موف، واروح ماشي. دايس انتر. يقول لي هتمسكه منين؟ هقول له همسكه من هنا. هتحطه فين؟ هحطه هنا. يعني انا كده كاني مشيته 12 سم ونص، لان التخانه كانت كلها كام؟ 12 سم ونص، صح كده؟ طبعا دي كاميرا فلات سلاب. يعني ايه كاميرا فلات سلاب؟ يعني ده، لا مش هعمل انا كاميرا بره كده. هروح شايل الايه الحد ده. ما متشال على بي ماشي. ماشي، ماشي. لا لا مش هعمل انا دي كاميرا يا راجل، لا انا هسيبها كده فاضيه. الفلات سلاب بتشيل نفسها يعني. ماشي خلاص كده، اهي فلات سلاب اهي، تبقى حدود البلاطه بس هي اللي بتبقى ظاهره. خلاص والله ملهاش لازمة الكاميرا ديت يعني، والله عايز تسيبها تبقى محددة المسافة اللي هتبقى بينهم. محددة من الاثنين، اعتقد ملهاش خلاص انت لازمة عايز، لان اصل كده انت كده كده الفلات كده. اسلام محطوطة وكده لا كده لا لا، 20 سم، وكده كده الفرشة هتتحط. حطيت كاميرا ما حطيتش كاميرا مش هتعمل حاجة، فاهمني؟ ممكن مثلا زي الراجل مش عايز يعملها فلات سلاب، عايز يعملها سوليد. سوليد اسلام ماشي يعني، بس انا افضل هتقلل الكيرفات، الحاجات الكيرفات الكيرفات دي خالص كده يعني. يفضل انها تكون ايه؟ فلات سلاب. فلات. والله العيال بتوع عمار دول هتعمل حاجات تجنن. يا ابن العمارة دي موهبة. خلاص كده يا عم، عايز تعمل كاميرا هنا اعمل كاميرا، مش عايز انت حر برضه. بلاش مدينة دي بقى، خلاها كلها حاجة وحشة. خلاص ماشي، بلاش كاميرات على الحرف وكلها تبقى فلات سلاب كده. ماشي، بس طبعا لازم نعمل هنا كاميرا عشان نفصل بين لا ده السوليد أكيد، والفلات. عشان ما يبقاش كله خلاص، طبعا الكاميرات دي كلها تبقى كام؟ 25. 25. طيب الخطوط دي كده نشيلها شيلها ليه؟ عشان داش، وراح تمام. اعملها من هنا، اروح موصل بقى من هنا لهنا كده. ماشي، وراح اعمل موف دي ده وده. خلاص كده كله، وده وتاني، بس فين البيس بوينت؟ من هنا، واروح لازقها هنا. يبقى كأني حركتها كام؟ 12 سم ونص، بقت كام؟ 25. واروح شايل الداش ده، واروح موصل من هنا اتأخر، بقت كام؟ 25، صح؟ طيب الكاميرا دي، ولا الكاميرا دي ممكن تتعمل 12 زمانها صغير عشان حلو وحاجات بسيطة، فسيبها زي ما هي كده. خلاص، هو بس الكاميرات الرئيسية دي يعني. الكاميرات اللي على الحرف دي دي 25 25. ماشي، والكاميرا الرئيسية اللي جوه 25 برضه. والله 12 حلو عليه، 25 بس حرام عليك يا ابني. ده كاميرا شايلة ريم واحدة، اهي شايلة حتة شيل معلش انت الحرف. كبيرة يا اسطى، كبير. ودي 25 برضه. ماشي كده، انت التكليف بتتكلم ده عشان خلاص، ناخد مثلا الكاميرا دي عشان طلع منها كانتيليفر كبير كده، ناخدها 25. هي لا، وعشان دي جدارين، دي جدار اوضه ودي جدار اوضه، أنا يبقى نص فاهم، الطوبه اللي بينهم مخرمه ورا بعض. والله بجد اذاكر في هرم. من هنا لهنا كام؟ 25 مش مهم. 1.60 متر. لا كتير تقول لي يا رمضان كتير.
ماشي. كل متر متر و60 ده فين يا باشمهندس؟ ما هو يا عم بقى حدود أرضه بقى، وهو براحته يلعب براحته بقى. إيه كمر السلم؟ 25 كيلو بقى هي الكاميرا دي ناخدها 25 ناحية المنور دي، هي ترمي في المنور شايل. خلاص. إيه الكاميرا دي ممكن تتاخد 12. انا مش تمام عايز، انا مش عايز اعمل كمر هنا يبقى 25 برامي في السلم، مش عايز انا كمر يبقى عم حرفه على نحكي وانا السلم. طالع السلم كده. اه مش عايز انا الله يخرب بيت المجتمع دي تتاخد 25. دي برضو تاخد كام؟ السلم 25 عشان شايلة بلاوي جاية من هنا وبلاوي جاية من هنا. عمل لها موف، عملها بقى ناحية فين؟ ناحية بره. دي كرم. من هنا صح طبعا. الابواب دي بقى اشيلها لان دول هينشئ. ماشي. نبدأ بقى نشوف صرف في الكاميرات دي. الكاميرات دي بقى لو انا مديت الكاميرا دي كده لغايه هنا، الكاميرا دي كده لغايه هنا صح، يبقى انا كده ضمنت سبورت هنا وهنا في سبورت صح. هل هكتفي بكده؟ هو البعد كام بس من هنا لهنا؟ كان 6 صح. اه 6 بيت. طيب مد ده كمان، مد ده وخلاص. اذا كان دي اصلا نفسها كام يعني؟ مد دي من الشارع اللي بنبقى دي خلاص 3 متر. ماشي مد دي ونخليها 25. ماشي ممكن كده. واسيب دي 12. ماشي طيب. ايه هنا خلينا اروح مدد دي كده. عارف دي بتتعمل فواتير يا باشمهندس، ايمن ما بتبانش اصلا، ما بقاش ولا بتعمل معلش ضلمه عشان ولا بقى حاجه، حرف بتعمل بس، بقى عشان ده منور وحرف كاميرا ومش عارف كاميرا ايه، ف كده كاميرا كويسه مش هتأثر بتاع. كده كويسه. ماشي. إيه نبدأ بقى نشوف الناحية الحلقة التانية الأولى دي دي برضو نفس الشيء. أروح مدد دي كده، بس نعمل دي 25 دولار دي هي هتقطع الإيه؟ الطرقة بس عادي يعني ممكن تقطعها مفيش مشاكل. وأعمل لها موف خليها حوالي 25. خلاص كده سادة تيجي ستعمل اللي هي 25 ليه؟ متشال على ما منال دي هنا. هنعملها 25 بس هتظهر لي مشكلة هنا. المشكلة دي بقى هتتحل ازاي؟ ان انا هضطر ان انا امد امدها كده على طول. ماشي واروح ملبس عليها الكاميرا دي، وبسيطة قوي بقى الحتة دي لما تبقى مش تحتها كاميرا حتة فاتورتين وخلاص. اه فهعمل ايه بقى دلوقتي؟ اروح اشيل الابواب دي. طب هو لازم نعمل الكسر اللي عملها دي معماري بقى. ما هو المعماري موجود ليه؟ علشان يعرف عشان ايه الانشائي. يا ليك تحل مشكلة المعمار بتاعه. خلاص والكاميرا دي اروح مديتها لتحت، اروح شايل ده كده وشايل ده وشايل ده. دي حاجات بسيطة بقى ممكن فواتير يعني، مش معقول احط كاميرا هنا وكاميرا هنا يعني. دي حاجات بسيطة ممكن تحط في ايه والله لو فازورتين ما كده ولا عايزك حاجة. قاعد بيعملها يا باشمهندس، عايزك قاعد منهم اللي الظلم. طب اخلي ديت عشان لما اجي احط التسريح بتاعي بحط لها الفواتير بتاعتي، واروح شايل الحمام. خلاص. آه طبعا دي بلكونه صح. بيكونوا في المطبخ اه علشان ما عشان نحط فيها البصل. البصل والثوم والحاجات دي. ما آه نحط لها، هي هيبقى فينا حيطه، نحط لها كاميرا ولا مش مستاهله؟ دي فاتورتين يعني. هي هتضحك اصلا. بص الحيطه دي هتبقى ايه؟ فيها باب وفيها شباك، ما عادش خفيف فيها حيطه، فاتير ما عادش فيها حيطه، فهي تتحط ايه؟ مين اللي مسؤول؟ خلاص. آه واروح مقفل دي عشان بقى تبان انها كاميرا. تمام. دي كاميرا برضه 12 خليه 12. دي كاميرا خليها 25. انا نسيت اعمل دي 25 عشان شايلها كابول بره. دي شايلة حاجة في كابول ده 25 ديت؟ ما هو كابولي لو انا خدت شريحة كده، اه الشريحة دي اللي هي هيبقى الشوكة بتاعة البلكونة بالظبط اه هيبقى ريستد على الكاميرا دي، فانا يفضل ان انا اعملها 3 بالصفر.
ماشي، ودي تبقى الكابولي طالع لبره كده، ودي برضو دي بقى هنا مشكلة تانية. لا ولا مشكلة ولا حاجة، هنشيل دي كله بين مقلوب. مش هنعرف نعمل الديكور بتاع اللي عاوز. كمان مش هينفع. فلاتس لا مش مهم. ما المشكلة ان عشان لا كان مش ديليفر فلاتس زي ده لا. كان لازم له كاميرا هنا. هتعمل حكاية، هتعمل صوت في الأوضة، لا طبعا يبقى أنا كلها مخدة وخلاص، تعملها عريضة. هيدن بيم؟ كاميرا هيدن بيم هنا بس التخانة كام يا اسلام؟ انت عايز كام 12 تخانة؟ سنتي برضه. مش التخانة 12، انا اعملها 10 من حاجة واعملها في عرض ميت زي شريحة. المشكلة هو الكلام اللي انت بتقول دي ده كويس في كل حاجة، بس بس انا التخانة اركبها على قلبي. عمرك ما عملتها؟ لا عملتها يا اخوي. ماشي كده، ده كله كده تمام. والكاميرا اللي هنا بقت 25 صح. المشكلة بقى كلها هنا. ما راح يعمل لي كسرات. خلاص نسيبه يعمل كسرات براحته ونخلي الحتة دي بس كده فلات ستيب. عايز ماشي يقلل شوية بقى، يعمل المخدة اللي من على نعملها له فلات ستيب طالما كده. عايز احنا يعمل نشيل الكسرات. الكاميرا هي اي كسرات على فكرة كده في السوليد ستيب بتعمل فلات. كده، احنا نشيل الكاميرا النهارده نشيل الكاميرا اللي في النص دي بقى مش لازمة بقى. خلاص صح كده، ونشيل دي كده ونشيل دي كده، ويعمل اللي هو عايزه يعمل في فلاتس البلاط. تاني. ابني بيت انا كنت بدي فقير. ايوه كده، انا زكا كده زكا تكلفة. خلاص كده ونشيل طبعا الأوض النوم انت دي. بتتكلم بخمسة صنف أوض دايمنشن والحاجات دي كلها كده عشان لها لازمة. الباب من مرة من فراغ. من بعد العيشة امبارح الساعة 12 ما كناش خلصنا الرياضة هنا كده، حتى ما اشتريتش لا والله والله العظيم. بس أول مرة يطلع من الفكرة. بس كويس حاجة. نبدأ بقى حركة نظافة. حركة نظافة ازاي؟ أول حاجة أروح أقفل الهاتش. ماشي ماشي، ما هو ما يصحش إن أنا أروح سايب الكاميرا بتاعتي كده صح ولا لأ؟ امسح الحديد. أروح أعمل إيه؟ إن الحدود بتاعتي هي العمود صح كده؟ وأروح داس إنتر كمان عشان يشيل دي ويشيل دي. أجي هنا كليك عشان اجيب الامر تاني وادوس دي، يبقى هشيل الحدود الهين. لو دست هنا وده ايه؟ شالتين. في مشكلة تانية. ايه هي المشكلة اللي انا نسيت اقولها؟ ان الحاجات دي لسه ده ماشي مفهوش حاجة، ده كده لسه بلوكات. فاللي يحصل بقى اروح اعمل كنترول كده، انا مش عايز افجر اللي احسن الدايمنشن تتفجر هي كمان. بالظبط كده، ده اللي انا هعمله. انا هلغي هخفي كل حاجه البلوك بالظبط، واسيب الاعمده بالهاتش بتاعها. كله كده انطفى صح؟ اروح جاي فين؟ ادي الهاتش هعيده، وادي الكولوم هعيده. ماشي اروح اقول له اوكي صح كده. اروح اقول له ايه؟ سدود ده كله كده، ده كله كده، وده كده، ده كده. اروح ده سنتر. دول كده كانوا عاملين قبل كده. ماشي واروح فاتح تاني كنترول ايه يعني اختارهم كلهم، واروح عيد لمبه كده بس، يروح راجع لي الرسمه تاني، واروح فاتح ده كده ولغي الايه؟ طفي الهاتش. خلاص اجي هنا اروح اعمل تريم، اختار اول واحد خلاص. ممكن عادي على دوس كليك كده على طول يعني هو يشيل. اروح اعمل ديليت ده. ماشي احدد كده الخط اللي عايز يتشال منهم، يروح ده
والكاميرا دي اصلا هشيلها اعملها فاتوره، بس انا سايبها بس عشان احدد مكان الفاتوره فين. طبعا موضوع النظافه ده موضوع مهم شويه، يعني علشان تبقى اللوحه طالعه من ايه، نظيفه سليمه ما فيهاش اي عيوب الشوارع. والامراض. كده عشان نروح اقطع ده عليه، وبعد كده ده عشان اقطع ده. كاميرا انت بقى كاميرا ده، ممكن اروح ماسكها كده ها، واروح حاططها كده، ممكن اروح ماسكها من هنا واروح احركها كده. بس مين شايل مين؟ كاميرا كبيرة ليش شايل؟ بالظبط كده صح، وهي نفس الشيء. ممكن لو علمت عليهم كده الاتنين يتحركوا معايا، فاهمني؟ مصغر الحمامات وعامل لها تتم مصغر الصلاة على النبي. عشان يبقى قانوني. يعني ايه قانوني؟ هو المصغر مساحته قانوني؟ اه والله. ايوه لازم يكون قانوني يا عم. مساحته ما تقلش عن 10 تقريبا، 10 عشان متر مسطح. ده انا بتكلم على جهاز العبور لازم يبقى 10 مساحته، واقل بعد فيه 2 متر ونص تقريبا. لا مش اي منور يا جماعه بتوقف عليه، مش البلد يا مش فيه تراخيص. اه انت بتعود على ال اه ماشي. ده ايه المشكله يا عم؟ لسه بتدي مسقط والله العظيم. لو سبت انت ده 10 متر يعني تاخد السلم حلو قوي، 10 متر حلو قوي السلم. كم سلم؟ 2 متر ونص في 5 اذا كان الحته اللي بتبقى 80 90 متر ياخد 10 متر مثلا. والله يا عم من ضمن الحاجات كانت حته 54 متر يا عم، روح بيعها يا عم. 54 متر مش هتعمل ايه؟ طب والله دي حته 32 متر تعمل تعمل يا راجل تعمل. لا اتعملت الشقه بس على البلد. ماشي بتربط بقى انت ده على ثلاث ادوار يا زكي والله. الاوضه اللي في النص يبقى حمام ومطبخ ونوم وتحت استقبال. والله المفروض يبقى كده يا زكي. انا بناية اتنين ده هتعمل الحاجة خالص. اذا كان الواحد مش مدري احنا عاملينها على دورين بالعافية. الشقة على دورين. ده والله اللي 32 متر دي هتبقى شقة 90 متر على ثلاث ادوار. ليه احنا ما عملناش حمام يطلعوا؟ الضيوف تيجي عشان تبقى جاي تاخد الدور الاول، وبعد كده يبقى المطبخ والحمام ماسكين في النص، بعد كده النوم فوق. انت جايب لي حته من بولاق ولا ايه يا زاك؟ الهاتش ده المفروض نغيره يبقى ماتش بروبرتيز، يبقى زي العمود. خلاص كده؟ كده انا خلصت ايه تقريبا التنظيف بتاعي وخلصت كل حاجه، بس تقريبا دي لسه بسيطه او ممكن انضفها من هنا، مش لازم اشيل حاجه. دي كده الحدود بتاعتي، دوت اللي بتاعت بروح ده سنتر كارد دي ودي. صح كده؟ ماشي كده تقريبا ايه؟ شوف لها رسمه انشائيه محترمه، بقى رسمه انشائيه محترمه. ماشي العمود دي ملوش اكس كده ولا اي حاجه، يفضل هون ساحب ده بعضه. ده العمود ده هتاخد منه مسافه من الاكس اللي قدامه؟ عادي ممكن تنسبه. لا لا ممكن تنسبه، ممكن تنسبه بدل ما انا اعمل اكس هنا يبقى الدوائر تدخل في بعضها واكسات جنب بعضها. باي طريقه باي طريقه ماشي ماشي مفيش مشاكل. تتناسب بقى حاجات تتناسب عليه، تيجي تاخد اكس واحد اسبوع واحد. خلاص يا جماعه احنا على الهوا دلوقتي يا جماعه، احنا على الهوا في ايه؟ كده انا طفيتهم كلهم، اسيب الهاتش واسيب الكولا واسيب الاكسس واسيب الدايمنشن ماشي، واسيب التكست واسيب السيركل دواير، وراح الاوكي بعت لوحه محاور واعملها اهي، اروح اعمل كوبي ليها كده واروح بعدها بره. خلاص واروح مرجع تاني كده رول ايه، راح الاوكي. لوحة المحاور والأعمدة دي أشيل بقى أعملها إيه، أي حتة كده زيادة
ولا حاجة؟ في حاجة زيادة تاني؟ بس بعت لي محاور واعمل اعمل يا عمي ده. بص العمود ده يا عم بيجي زي من دايمنشن لينير. بص من هنا لهنا اهو ادي 6 ماشي. ممكن عايز اخليها الناحية التانية، اروح شديدها كده واخليها الناحية التانية خلاص، واروح جايب الامر تاني لهنا لهنا 40 سم كده. هو ده يعني الراجل هيصنع العمود ويروح حطه هنا على 40 سم من هنا و6 سم من هنا بس. والله لو الدايمنشن دي مش عاجباك دبل كليك عليها كده، صغر السايز بتاعها الحاجات دي كلها. مثلا الشرطه دي كبيره شويه، لو الشرطه دي كبيره شويه مفيش مشاكل. كل ده ممكن ايه من تكست اهو، في هايت هنا تكست هايت بدل بوينت 25 لا بوينت 15 خلاص اهو معقول. ماشي، لا دبل كليك بس يكون الماوس سريع شويه خلاص. في هنا بقى الارو لاين اند ارو، في هنا الارو سايز، هنا اكستنشن لاين، لا مش الاكستنشن لاين، بخلي دي بوينت و 9. فين الدايمنشن لاين؟ الارو وادي الارو، الارو سايز اهي، ارو سايز. بصوا هخليها بدل بوينت 18 بوينت 9. لاحظوا كده لما ادوس انتر صغرت ولا لا؟ صغرت. بس دي كده بقت معقول صح كده؟ لو عرفتها كده اه كده مظبوط خلاص. واروح اعمل منها هيك كده ماتش بروبرتيز صح كده؟ وبقى امشي بقى على كل عمود عمود، اجيب دايمنشن اه، اروح معلم كده من هنا لهنا ومن هنا لهنا خلاص. هسيب ماتش بروبرتس في الاخر، هسيبها كده دلوقتي واعمل ماتش بروبرتس في الاخر. في عمود تاني هنا في النص، والله لو عايز ترزع له اكس ماشي، او عايز تنسب له اكس من هنا لهنا تروح رافع دي لفوق كده، تخلي الناحيه التانيه ممكن. بص خليها الناحية التانية كده، بعد كده نرسم من هنا ماشي. وكل في بقى ناس تانية تقول لك لا أنا برسم الأربع أركان بتوع الإيه؟ اللي بتاع يعني. بص من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، تلاقي إيه؟ هلم أرقام كتير. راح عاملين هنا ماتش بروبرتيز كده كده وكده تمام، واروح مظبط الرسمه بتاعتي بحيث انها ايه خلاص. عايز مش انا مش عاجباني دي، اروح جايب اروح مساحه اروح اعملها من الاول، بس اعملها من تحت لفوق. ليه من تحت لفوق؟ عشان تبقى الناحيه دي. واروح اعمل لها ماتش بروبرتيز، ما انا مش عايز اغير دول. انا لو غيرت من الفورمات تكست ستايل هغير دول، لا انا عايز اغير دول بس ماشي. ايه اللي فاضل بقى؟ فاضل حاجتين. الحاجة الأولانية إن أنا أروح كاتب مثلا، لو جبت ده كده كوبي هنا كده، أروح دبل كليك عليه وأروح كاتب إيه؟ عين واحد. والله الواحد دي مالها مرفوعة لفوق ليه كده؟ بلاش الواحد دي، بلاها واحد، أدي عين خلاص؟ وأروح عامل كوبي دبل كليك عليه واروح كاتب الواحد واروح اعمل له موف جنبه هنا اهو ماشي. السايز بتاعها عالي شويه من موديفاي اه كبير، اقول له بروبرتيز تكست هايت. فين التكست هايت؟ بوينت بلا ده بوينت 25 كويسه يعني خلاص. واروح معلم عليها ماتش، واروح اعمل موف للخط وموف كده ادق الواحد خلاص. عين بقى واحد وعين واحد وعين اثنين وعين اثنين اه خلاص. واروح حاطط بقى في اللوحه ديت، في ناس بتعملها في ناس ما بتعملهاش، الجدول ماشي، الملاحظات، النماذج بتاع الاعمال دي تعمل لها تفصيله لو عايز تعمل لها تفصيله ماشي. انا بتكلم يعني انا بالنسبه لي بيبقى في مكتبه كده موجوده فيها جميع انواع الايه الاعمده، تدخل تاخد العمود 30 في 30 جاهز بقى قطاع جاهز، بدل ما كل لوحه وكل مشروع تيجي ترسمه.
يعني بص لو فتحنا كده مشروع، هي المكتبة دي موجودة في مكتب مش موجودة هنا للأسف. بص يا عم لو رحنا كده تدي له علامة المكتبة دي تيجي الحمام بنوايك يعني. دي فين؟ ادي يا عم لوحة الايه؟ الاكس. دي لوحة اكسس يعني. لوحة محاور وعملية. خلاص؟ لوحة محاور وعملية. ادي العمود اهو مكتوب جنبيه النموذج بتاعه والابعاد اللي انا كاتبها، ممكن تناسبها 25 12 ونص او 6 زي ما احنا عملنا. خلاص؟ ده او ده مش مشاكل. بعد كده تبدا تقول له القطاع نموذج عين واحد كم في كم؟ 30 في 40. ان واحد يبقى اي ان واحد هنا 30 في 40 والتسليح بتاعه هنا كل حاجه. ايه ساعات ممكن ترسمه ممكن لا اللي انت عايزه، بس الاغلب الرسومات بتترسم بكده. ماشي، مع اغلب الرسومات بتترسم كده وتتنفذ اوتوماتيك بتتنفذ اوتوماتيك. وده الجدول اهو عباره عن ايه؟ النموذج ان واحد القطاع بتاعه والتسليح بس. بقى بتعمل ايه؟ ريدكشن في الاعمده اللي هو الدور الارضي والاول علوي، بعد كده الثاني والثالث علوي، بعد كده الرابع والخامس علوي، تبدا تقسمهم يعني. هنا بقى كان 30 في 40 30 في 40، بس انا ايه سبت القطاع الخرساني زي ما هو وقللت في الحديد. ماشي. بعد كده رحت مقلل في الحديد وسبت الايه ومقلل برده في القطاع الخرساني. 30 في 60 برده سبت القطاع زي ما هو ورحت مقلل في الحديد. حاجه من الاثنين، لا اما تقلل في ده او في ده، لو قللت في الاثنين بقى بس في الادوار الايه الاخير. خلاص كده بس. ودي النماذج بتاعتي بقى. دي اسف الملاحظات، تراجع الابعاد مش عارف جامع الكنات، عشاير، تربه الكنات، يتم صب الاعمده على حطات حطات وجمع الاعلام التكسير وهزاز ميكانيكي هزاز ميكانيكي خلطه وكسر ثلاث مكعبات، ما تنساش الحته دي. ماشي. والعمود مش عارف ايه الاعمده اللي مسافه 50 سم والله بيطلعوها متر مش مهم. خلاص كده. دي لوحه الايه؟ المحاور والاعمده. اروح لها دي كده عشان ارجع لك تاني. خلاص.